وللحديث عن إجراءات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا، معنا عبر الهاتف الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. أستاذ جميل، بعد التحية، نتحدث عن مجموعة إجراءات الحماية الاجتماعية التي وجه بها سيادة الرئيس. هو في البداية طبعا لازم نعرف إن الدولة في وقت الأزمات وفي وقت الشدائد هنلاقي إن الدولة بتقف مع المواطن في هذه الأزمات. يعني إحنا شفنا خلال أزمة كورونا والدور اللي عملته الدولة وقت أزمة كورونا، وإن هي ابتدت رفعت المرتبات والمعاشات وأيضا مكافآت للعاملين المؤقتين. إحنا شفنا بعد في الأزمة الروسية الأوكرانية الدولة قامت برفع أيضا الحد الأدنى للأجور وزيادة نسبة في بطاقات التموين وخلافه. في الوقت الحالي طبعا احنا شايفين ان الأزمة ضاغطة على العالم ككل بسبب هذه الأزمة، وفي الوقت الحالي طبعا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية بتقدم الدعم أيضا للمواطنين من خلال الحزم من الإجراءات الجديدة اللي هتبقى في مصلحة المواطن المصري، وتؤكد على شيء مهم جدا أن الدولة المصرية تعلم جيدا أن هناك ضغوط اقتصادية على المواطن المصري، تعلم أن هناك أزمات اقتصادية، فلهذا السبب ودور الدولة أنها تقف مع المواطن في وقت الأزمات، تسعى إلى دعمه بشكل كبير أو مساندته بشكل كبير في وقت الأزمات. احنا شايفين الأزمة دي ليست في مصر فقط ولكن في العالم كله، ودور الدولة أنها توفر كل إمكانياتها من أجل زيادة المظلة الاجتماعية للمواطنين. نعم أستاذ جميل، هنا نتحدث عن إجراءات حماية اجتماعية تتعلق بدرجات مختلفة خاصة بالمرتبات بداية من شهر يوليو، وكذلك زيادة في المعاشات وأيضا تكافل وكرامة. هذا التنوع ما بين الفئات كيف تراه؟ هو طبعا لان هي دي فئات الشعب المصري، يعني في اللي بيعملوا في الوظائف الحكوميه في المعاشات، والمعاشات دي يعني الدعم معاهم مطلوب، ودايما بنجد ان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطالب بدعم اكبر للمعاشات. ايضا برنامج تكافل وكرامه اللي زاد فيه نسبه المواطنين، دلوقتي وصل 25 مليون مواطن بيستفيدوا من برنامج تكافل وكرامه. اذا على كافه القطاعات الدولة المختلفة، على كافة العاملين في الدولة بقطاعاتهم المختلفة، وأيضا رفع الحد الأدنى للأجور. يعني كان لسه الحد الأدنى للأجور من فترة بسيطة الرئيس قام برفعه من 2500 إلى 3000، النهاردة الرئيس بيرفعه إلى 3500. إذا الدولة الرئيس والدولة تستوعب جيدا حجم الأزمة، فبتحاول أنها تساهم بقدر الإمكان في رفع الأزمة عن المواطنين. نعم أستاذ جميل، نتحدث اليوم عن افتتاح المنيا الجديدة، وكما تحدثنا عن الإجراءات التي وجه بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتحدث أيضا عن القيادة السياسية وكيف كانت هناك إرادة سياسية لمشروع حياة كريمة وتحسين معيشة المواطن في شمال الصعيد في وقت الصعيد عانى في فترات سابقة من الإهمال الكبير. هو احنا لازم نعرف حاجة مهمة جدا، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ان تولى في عام 2014 وهو واضع استراتيجية طويلة او قصيرة المدى للقضاء على كل مراحل الاهمال اللي كانت فيها الصعيد خلال الفترات الاخيرة السنوات الماضية. بالطبع هناك كان في استراتيجيه واضحه في تنفيذ العديد من المشروعات، وشفنا المدن الجديده اللي بدات تنفذ في محافظات الصعيد ككل زي سوهاج الجديده والنهارده المنيا الجديده ومن قبلها العديد من المدن الجديده.
طبعا ده لان احنا نرفع الزحام والتكدس من مساحه المحافظات الى خارج المحافظات عن طريق المدن الجديده، ودي استراتيجيه مهمه جدا، عن طريق شبكات الطرق المهمه، عن طريق وسائل النقل المميزه، المشروعات القوميه. احنا شايفين في اسوان دلوقتي في اكبر مشروع للطاقه الشمسيه في منطقه بنبان، اذا في مشروعات ضخمه كبيره. بجانب بقى كده الوصول والدخول الى الريف المصري، الريف المصري كان مهمل لسنوات طويله جدا، كان في حاله من الاهمال، حاله من عدم الاهتمام، كان الريف بعيد عن اي مخططات للدوله. لكن في الوقت الحالي دخول مبادره حياه كريمه، الريف اصبح غير مهمش في الدوله المصريه، الريف اصبح ركن اساسي من الدوله المصريه. مبادره حياه كريمه قدرت انها تنزل وتوفر كل الخدمات اللي محتاجها المواطن في الريف المصري، من مدارس، من مراكز صحيه، من حتى مكاتب خدمات زي مكاتب البريد والمصالح الحكوميه، ده لتقديم كل الخدمات للمواطن، اعاده تاهيل المنازل بتاعه المواطنين، توفير مياه للشرب. مش كده وبس، مش الاهتمام بالجزئية دي وبس، لا، الاهتمام كمان بالمواطن المصري، الاهتمام بالمواطن المصري عن طريق تدريبه على مهارات محددة يقدر ان هو يستفيد منها في سوق العمل. صحيح، يعني وده مهم جدا نشير اليه استاذ جميل، لانه هنا نتحدث ليس فقط عن مدينه جديده او تجمع سكني جديد، لكنه تجمع سكني نموذجي بيعكس جوده الحياه للمواطن. هنا نتحدث عن يعني مساكن لائقه بالمواطنين، نتحدث عن مراكز شباب، عن مدرسه على درجه عاليه من التكنولوجيا، نتحدث عن مراكز تجميع البان، هناك اهتمام بكافه نواحي الحياة، وهذا هو اللافت الحقيقة. هو اللافت الحقيقة وهو اللي بينفذ على الأرض في هذه القرية. يعني القرية الجديدة اللي الرئيس زارها اليوم وشاف كل الإنجازات اللي تمت فيها، هي نموذج للقرى عديدة في محافظات الصعيد وهم محافظات الجمهورية أيضا. يعني احنا بيقدم للمواطن كل شيء، سكن لائق، سكن محترم، مدرسة على أعلى درجة من الكفاءة، يبقى في تعليم جنب المنزل، لأن قبل كده كان الريف وخاصة في الصعيد ما كانش في مدارس في الريف أو في القرى وفي النجوع، كان التلميذ بيمشي الحفرة بخمسة كيلو كل يوم عشان يروح مدرسته ويرجع لبيته، فكان بيبقى منهك. فالمدرسة بقت موجودة عشان يبقى في وحدة صحية تقدر تعالج للطوارئ أي حادث طارئ في القرية، فوحدة صحية مجهزة بأحدث الأجهزة أيضا، مركز شباب للاهتمام أيضا بالنشأ الجديد. الدولة بتغير من حياة المواطن، بتغير، بتبني جيل جديد، نشأ جديد على مستوى وعلى أسس علمية سليمة، التعليم، الرياضة، وأيضا المسجد وأيضا الكنيسة، كل دول موجودين في مكان واحد، والمراكز الثقافية لإعادة تأهيل المواطن، كل ده احنا بنغير الوعي، الدولة بتغير الوعي للمواطن بتاعها، الدولة بتشكل جيل جديد زي ما بقول لحضرتك على أعلى مستوى من الكفاءة، وأيضا بتوفر فرص عمل للمواطنين في كل الأماكن وفي كل القرى والريف المصري، لأن المشروعات دي بتنفذ بإيد أبناء القرى وأبناء المحافظات، أي محافظة بيتم فيها تطوير أبناء هذه المحافظة هم اللي بيشتغلوا فيها، إذا في توفير فرص عمل، في إعادة بناء الوعي للمواطن، إعادة بناء الشخصية على أسس جديدة تماما. الولاء والانتماء لازم يبقى موجود عند الاجيال الجديده وعند المواطنين لما يلاقي الدوله ان هي بتقدم له كل هذه المشروعات. بمناسبه الاجيال الجديده، وتابعنا طبعا خلال افتتاح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في احدى المدارس وحديثه مع الطلبه صغار السن، هذا الجيل حينما ينشا على شكل جديد للمدرسه، تطور تكنولوجي الى حد كبير كان غير معتاد في القرى من قبل، هذا الجيل وهؤلاء الشباب كيف ستكون نظراتهم في المستقبل؟ هو طبعا نظراتهم في المستقبل، الدولة بتشكل جيل جديد، جيل جديد ده من خلال مدارس وتعليم حديث، مدارس حديثة متطورة وتعليم حديث،
ايضا الاهتمام بالرياضه في المشي. والنهارده الرئيس راح ايضا زار جزء من برنامج الكابيتانو او مشروع الكابيتانو اللي هو لنقل المهارات الرياضيه. اذا هذا الجيل اللي طالع ده هو جيل بينظر للدوله ان هو بيفخر انه ينتمي لهذه الدوله اللي قدرت ان هي تقدم له كل هذه الخدمات في وقت قياسي. يعني الاجيال السابقه ما قدرتش تلحق الاهتمام اللي بتديه الدوله دلوقتي، لكن ابنائهم واحفادهم هم دلوقتي بيشوفوا على الارض، وهم كمان بيشوفوا ان ابنائهم واحفادهم على الارض وسعداء. وزي ما بقول لحضرتك، تغيير السلوك وتغيير نمط الحياه ده شيء مهم جدا لمواجهه طبعا اي تحديات قادمه. بيزود عندهم الوعي، بيزود عندهم الولاء والانتماء، بيزود عندهم حب الوطن. حاجات كتير قوي فيها احنا بنشوف يعني حاجات كده، هو يبقى في مباني ويبقى في، لا ده في تشكيل لشخصيه المواطن المصري واعاده بناء الشخصيه المصريه من اول وجديد على اسس سليمه. هو ده اللي بتنفذه الدوله في الوقت الحالي، وهو ده اللي بيستفيد منه الريف المصري. انا زي ما بقول لحضرتك، هو الريف المصري كان مهمش، اصبح الريف المصري في الوقت الحالي هو جزء اصيل من الدوله المصريه. ده بفضل طبعا توجيهات الرئيس، وبفضل ايضا مبادره حياه كريمه اللي انا شايفها من اعظم المبادرات اللي تمت في مصر خلال السنوات الاخيره. بشكرك شكرا جزيلا الاستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الاهرام، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.